السلام عليكم، وياكم تدرس ياسمين صباح من جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلية الهندسة. هذا الفيديو هو فيديو سريع توضيحي عن المشاريع اللي صارت في مادة الـ Embedded System لطلبة المرحلة الثالثة في كلية الهندسة قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام. طبعا المشاريع بدأت من شهر العاشر تقريبا، من 13 بدينا أطلقنا المشاريع واختارينا الجروبات وأشرفت على المشاريع طول هاي الفترة. رغم الانقطاعات الطلبة ما شاء الله عليهم بدأوا يعني كملوا العفو شغلهم، إلى أن قبل أسبوعين أو ثلاثة تقريبا خلصنا المشاريع وبدينا نصور الفيديوهات لكل مشروع. طبعا أكو عدة مشاريع، راح نشوف مشروع مثلا السمارت جلوف، راح نشوف الدرون، راح نشوف مشروع الروبوتك آرم، راح نشوف الروبوتك هاند، راح نشوف الوذر ستيشن مونيتورينج، مشروع الوذر ستيشن مونيتورينج اللي كان بطالبين اشتغلوا وذر ستيشن مونيتورينج، وأيضا راح نشوف مشروع السي ان سي، عندنا ايضا مشروع سي ان سي اشتغلناه بهاي الفتره، ومشروع الهيلث كير مونيتورنج سيستم ايضا راح نشوفه. واي سؤال من اي طالب خارج جامعتنا يريد يستفسر عن مشروع معين شلون صار، انا ان شاء الله راح اخلي رابط كل مشروع بالتفصيل بالتعليقات، يقدر يتواصل وياي او يقدر يتواصل ويا الطالب نفسه، يعني انا عن طريقي راح اخليه يتواصل ويا الطالب نفسه اذا احتاج اي مساعده. وما شاء الله عليهم طلبتنا كلهم يحبون المساعده ويقدمون الخير وما راح يقصرون. راح اخليكم تشوفون الفيديو ونشوف المشاريع سويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم البنين محسن من جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلية الهندسة قسم تكنولوجيا الإعلام. السلام عليكم، أنا الطالب شهد خالد. هذا المشروع يتكون من عدة سنسرات، من البرجر سنسر وبلوتوث واثنين بوش بوتن وحساس لقياس نبضات القلب. نحتاج بهذا المشروع إلى اثنين بوش بوتن، واحد نضغط عليه حتى يديلي بالفحص والثاني نتكلم شلون حيكون شكله مستقبلا. شكله حيكون مستقبلا ساعات اللبس باليد. احنا اختارينا الساعة وذلك انها تعطيني مظهر لائق وقوة، يعني شكلها يكون جميل. السلام عليكم، مثل ما شفنا بالفيديو الخاص بالطيران، طيران الدرون وإمكانية تحليقها إلى مكان عالي، وأيضا ثباتية الطائرة وإمكانية التحكم بها في الاتجاهات المختلفة. الخوض بالتطبيقات وتفاصيلها، نحب ننوه على شغلة مهمة، وهي أنه هدفنا بالمرحلة القادمة إن شاء الله بعد الانتهاء من مشروع الدرون هو ربط الشغل الهندسي اللي نقصد به الدرون اللي هو شغل هندسي بحت بالواقع، والواقع العملي، واختصاصنا اللي هو اختصاص هندسة تكنولوجيا الإعلام. مثل ما معكم الطالبة وردة طه، معكم الطالبة سارة محمد، طالبة نور حمد، اليوم رحت على السمارت جلوفز بروجكت. مرحبا، اسم المشروع سمارت جلوفز. المشروع مخصص للأطفال اللي يعانون من مشاكل بالإيد، فالمشروع يتكون من 5 فليكس سنسر 2.2 ومقاومات وأردوينو نانو، نربط على كل أصبع فليكس سنسر، والفليكس عبارة عن مقاومة، من يتحرك الأصبع تتغير قيمة المقاومة بالفليكس ويقراها الأردوينو. هسه حنشوف طريقة التنفيذ لما نسوي أبلودينج للمشروع ونشوف قيم المقاومات وقيم الزوايا على السيريال مونيتر أثناء ما نحرك الجيف. فحنشوف هنا تتغير، من نحرك الأصابع حتتغير قيم المقاومة وبالتالي تتغير قيم الزوايا. السلام عليكم، احنا طالبات من جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هندسة اعلام، راح نقدم لكم من خلال هذا الفيديو مشروعنا هو روبوتك آرم. راح نتعرف من خلال هذا المشروع هو كيفية التحكم بالذراع عن طريق تقنية الاتصال بالبلوتوث. نقدر نستفاد من هذا المشروع في المصانع لان يقدر ينقل المنتجات والبضائع من خلال برمجة حركات. يتكون مشروعنا من قاعدة وكتف وكوع وساعد ونهاية فعالة. السلام عليكم، بالنسبة للكمبوننتس الخاصة بمشروعنا الروبوتك آرم، راح نستخدم
6 سيرفو موتورز و HC05 بلوتوث أردوينو أونو، بطاريات ليثيوم 5 فولت حتى نربط بها الستة سيرفو موتورز لأنه يحتاج لها باور عالي. أهم تطبيقات الذراع الآلي هي دمجها مع الروبوت السيارة، حيث يتم التحكم بالروبوت للأردوينو خاصة بهذا السلايدر، مثلا S1 لما توصل للأردوينو نخلي بالكود مال الأردوينو فد شرط، لما يوصلك مثلا S1 حرك فلان موتور. السلام عليكم، أنا الطالب حسين عادل مصطفى، مشروع هو الويذر ستيشن محطة جوية. هاي واجهة المشروع، هذا السولار بانل، يتكون من السولار بانل 1 واط، واللت الأحمر مربوط مع السولار بانل، واللت الأخضر مربوط مع السويتش، ودي حساس سنسر دي HT 11 اللي يقسلنا تمبريتشر عند الهيوميديتي. هذا التصميم الداخلي للمشروع اللي يتكون من البي سي بورت اللي ثبتنا عليه المواد، أردوينو أونو، وكونفرتر USB رافع فولتيا من 3.3 فولت إلى 5 فولت حتى يشغل الأردوينو، تي بي موديل حتى يشحن البطارية عن طريق ال USB، وهذا HC6 بلوتوث اللي هو بلوتوث اللي يتصل مع الأبليكيشن موبايل أبليكيشن مع تطبيق. هنا مقاومتين ضفناهم حتى يحمون الليد الأحمر والليد الأخضر من التيار العالي. هذا دايود، مثل ما نعرف الدايود يشتغل باتجاه واحد، فاحنا ربطناه مع الليد الأحمر والسولار بانل حتى لا يرجع ياخذ منهم فقط التيار اللي مأخوذ من المصدر الضوئي أو من ضوء الشمس، بس ما يرجع عليهم التيار. هذا كل ما هنالك من مكونات المشروع. Hello, my name is Hassan, and in this video I'm going to talk about an obstacle avoiding car. An obstacle avoiding car is an intelligent car which can automatically sense and overcome an obstacle without having the interfere of a human. It contains a microcontroller which processes the data, an ultrasonic which sends and receives data, طبعا بالبداية راح نوضح الرابط مالتنا مع الدائرة اللي اشتغلناها. بالبداية احب اوضح انه المكونات مالتنا كلها لحمناها على فيرو بورد اللي هو هذا الاخضر حتى تعطينا ثباتية وجمالية شوية.